هذا البرنامج برعاية بيبسي. قرب وقف على الواحد بعد معنا 18 دقيقة. وقف على الواحد بعد وقف على الواحد بعد وقف على الواحد حكيته يا اخي بعد وقف على الواحد يا فوق دقوا 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 ايه اوه يا زلمه ايه كله رح يطلع ايه نزل اوكي مشي مروا البنات وقفتنا يلا وصلنا واحد ناقص عصبيه بس الصبح اشكلت مشي الاسانسير بعد معنا 15 دقيقه مشي وقف على الطابق ال 35 فتح الاسانسير ما في حدا معقول مين معقول حدا هيدا فتح الباب معقول حدا طلبه بعد 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 مش كل حتى على 55 مشي وقف على 85 شو بيلعب نفس مين اللي يلعب مشي ورانا مواعيد يا شباب ناطعة الكهرباء وقف الاسانسير بعد في 15 دقيقة اضغط على الباب عم بينتع مش عم بيقلع يا ساتر يا رب مش عم بيقلع الاسانسير بعد في 8 دقايق دوا مشي شباب مشي شوي مشي عادية وصلنا على الطابق المية عادي هونيك شو بيكون كل واحدة مثل المعزية بتزرع لي زرعة اطلعي اطلعي عن جديد عن جديد عن جديد كلنا سوا لا فكرت وصلنا على ما قلتش 120 ما راح اوصلك على 120 لا هي هي انا فهمت طلعت اختنقت ايه بس فكرت سيب ما حدا يطلع ما راح تطلع بالاسانسير ما حدش يطلع هل ليش وصلنا على 120 لا اوكي مش الحال انه فكرتي بشغله مليحه مش الحال طلعوا انا بالهليكوبتر حكي الخاصه بخليه ينزلني فوق السطوح على طول يلا اسمعوني شوي روح شوي روح شوي روح شوي روح شوي روح شوي روح شوي بس تحكوا انتبهوا صحيح انه انتم بالاسواق بالحياه بصير في ردات فعل ما تفوتوا على بعض ما تفوتوا على بعض بس احسن شوي احسن معلش كل ما عيد كل ما عم تعملوا بيرفورمانس احسن اوكي سمعتوا كيف انا راح وقفوا بدي اقول شيء مش بتعرفوا كان فيني شغل النص احسن اقل بس رح شغلكم كلكم طيب اسمعوا بعض اسمعوا بعض مثلا ما واحد يحكي ليحكي وفي شغله عم تنسوا كلكم الهدف اللي رايحين له يلي هدف اساسي بس يا روسي ومشاهد احنا مو قاعدين نحكي مع بعض عشان نسمع بعض كل واحد عنده شغله فانا لما اتكلم ما اتكلم اخصه هو اتكلم من التطرف اللي انا فيه وابغى ايه بس عمول اسمعوا بعض باي معنى انه لو انت عم تتكلم تقدر انا يوصل كلامك اذا كنت على المسرح او ايه انه افتح مجال لغيرك يحكي مش بالنفس بالوقت نفسه فهمت كيف علي ما عم اقول كشخصيات تم تصير هذا يعني كثير فهمان تم تصير فهمان بس انا عم اقول لكم شوي شوي بالاول يعني ممكن يقول انت تقول يا الله كان بعد ناقصني مش بهالوقت دغري واحد يفوت بس اخلص ما هو بيستوعب اسمع بس قول الله كان بعد ناقصنا هالشغله يا هو واحد تاني بقول حدا يدق على البيت هي قبل ما تصير المعمعة انتوا عم تفوتوا دغري بالمعمعة طب مثلا يعني انتوا لازم يكون عندكم دهنة موسيقية كمان انتبهوا عم تفوتوا دغري بالمعمعة انا وقال لك ان فيني انا وقت فوتكم اياها لكم دغري علقتوا ما انا عم اعطيكم شوي شوي انا عم بط الايقاع التنسيون التوتر عم جيبه شوي شوي ما انتوا عم تروحوا بدرجة التوتر من اول ضربة فهمتوا كيف بعدين ما حدا فكر انه هيدي لا تعرف انه ما عم تكونوا تفكروا انه انا موجود هوني بهالبنايه بهالاسانسير هيدا ما حدا عم يفكر انه بنايه ب 120 طابق الاسانسير اذا انقطع بده يمشي
وبيفتح على الطابق، معناته ما في ردة فعل. ممكن واحد منكم بده يفطن على اني روق روق روق، هل بيفتح؟ ما صار شيء، اوكي ضوى، بس انا رح اعقدها، وصلت وما فتح، خلي يجوز العطل. فهمت كيف علي؟ يعني انا رح احط كل الاعطال الممكنة. طب مثلا اللي مثلا فتح مثلا على قبل الدور هذا، بيكون مثلا واحد من نفس اللي موجودين في الصفات بس شغله تحت، ممنوع. بدك تبرر هون، بطالع شو نسي شغله يا اخي؟ رح تخسر منافسه، رح تخسر املاكك، تقول لي نسيت شغله. بس تصير معنا كثير، انا لما اكون مثلا ابغى اسافر واكون بسرعه بسرعه بسرعه، مرات انسى جوازي الباسبور. يا بتعرف انك عم تحكي لتحكي؟ مسافر يعني الهدف الاساسي نسافر، ما فيك تسافر بلا الباسبور. بس هون الهدف الاساسي شو؟ تسترد املاكك، تنقذ حالك، ما تصير بالحضيض. ما رح تقول لي نسيت شغله، عمره ما ترجع هاي الشغله. الاساس الاول انه اوصل لفوق، بدي اخذ المناقصه، بدي انقذ حالي. 40 مليون مناقصه انا نازل فيها، عاطي 20 مليون، بدي رد املاكي، بدي استرد املاكي، حياه او موت. ما راح تفكر اذا نشري محفظتك، اذا مضيع باسبورك، اذا مضيع ما بعرف شو، لك اذا مرتك بتنزيها بتضيعها، في حياة أو موت، لأنه بلا أملاكك مرتك بتعيفك. صح. شو بك يا زلمة؟ ولادك بتعيف ولا تطلع تتخلص حالك؟ ما في ممكن أوراق رسمية لازم أكون قدمها. طلع بالأول وبعدين بنحل المشكلة. تك بصير يا هذا هذا حكي، لا تحكي هذا حكي صلاة. لا بس فيها شخصية في الحياة الطبيعية. خرجوني. يلا يا بابا خلاص يا حبيبي خلاص. كيف؟ في اشياء تصير عادي في الحياه الطبيعيه يا اخي، ما تصعب علي. انا هلا هون الهدف حياه او موت، بتصير مزبوط، بس كله بالنسبه للهدف. اذا انا طالع بالاول، اول شغلي في عنصر الوقت، انا بطلع لفوق، وصلت حكيت انا وصلت وعطيت، بعدين بجيب الاوراق الثبوتيه اذا مش معي، نسيتها اذا ما كذا، كل شيء. بس انا كنت تثبت حضورك، يعني انا موجود. بعدين انت فيت على مناقصة، لا تعرف انه ما عم تفكره. انا فيت على مناقصة، انا او بالمناقصة حطيت كل اوراق الثبوتية، حطيت رخصتي، حطيت اسم شركتي، كله موجود. معناتها كل اللي عم تطرحه منه قابل، منه مبرر. مو قاعد اقصد نفسي، اقصد اي شو بدك انت. فكر بحالك، فكر بحالك، ما في اسهل منا. الممثل يفكر بدور غيره، ما في أصعب منه يفكر بحاله. هيدا لأنه عم تهرب أنت من التفكير بوضعك. هودي كل واحد بحاله، كل واحد بفكر بظرفه. عم تصاب علي؟ حطيه بالدور، ما أنا مش أنا مش طالع عم حوزه على بعد في نص ساعة مشي من 120، وصل على 100، وقف مشي، وصل على 65، وقف مشي، بعد في 20 دقيقة وصل على الطابق الأول، وقف. فادو بجيف كتيف، فادو بجيف كتيف، وصل على الطابق الأول، بعده مأخر بالطابق الأول، بعد فيه 20 دقيقة. أنتوا 20 شخص، إذا كل واحد وقف دقيقة كارثة. من هو هذا هونيك فوق؟ موقف الأسانسير. من هو موقف الأسانسير فوق؟ هذا شو هذا الحشر؟ معقول؟ مارلين هات نقطة. خطر بعده واقف الأسانسير. فيزو؟ فيزو عم يروح وقت منكم، بعد واقف الاسانسير عم يروح. شوف واحد من المانتونس خلي يصبح ويشوف شو دور. بعد واقف الاسانسير، حدا موقف الاسانسير بالطابق الاول. روح هلا هلا. اهل كثير سفل بلا صريح بلا معروف على بكره الصبح. روح شوي يا شباب، يا ريت تخلي البنات يطلعوا. 18 دقيقة. سمحت الواحد مفضل يا الله. 15 دقيقة وبعد واقف فوق بالطابق الاول.
انسان اكيد هذا يطلع يشوف اللي فوق ولد يا اهم يا ولد ايش تعمل فوق يريح بقى طب هذا يطلع يشوف شو حكيت انت شو حكيت مشي بليز ما تدفشني فتح الاسانسير فوتو فوت عم فوت على الصبح احنا طالعين خلاص بالله اضغط ل 100 يلا مشي الاسانسير بعد ما اكون 15 دقيقه وقف على الطابق 80 فتح الباب شباب 80 يا شباب 80 لا لا سكر مين قبض شو لا حدش 80 مشي الاسانسير انتبه بركي انت ناطعه الكهرباء خلص اوه وقتك كلنا نفسينه طب وصلكم على الطابق 90 مش عم يفتح الباب بعد ما كنا 10 دقايق يا جماعه بس مالك 10 لا 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 هذا على هاي هذا واحد دايخ استاذ استاذ يا استاذ فيك فيك يا استاذ يا استاذ خلاص قوم في 10 دقايق وفي 8 دقايق يلا استاذ يلا يلا فتح الاسانسير مشي ضوا عم بينتع عم بينتع عم بينتع عشان احنا كتار يا جماعه بس مشي مشي بشكل طبيعي خلاص وصل على الطابق ال 105 يلا يلا هلا وقف يلا قرب فتح الباب 105 105 يا عمي ما في حدا غلط 120 طالعين لو في حدا سكر الباب كلنا مخبولين بعد في 3 دقايق مشي وقف على ال 119 انقطعت الكهرباء مش عم يفتح الباب على 119 يا جماعه افتح الباب رن الجرس رن الجرس هذا انت تعال ما في كهرباء للجرس طواري ليش حاطينه ربي يوصلها بسالم ان شاء الله حر يا اخي ريحه اباطك ذبحتنا يا اخي عندي انتظام على شركه النجا ما يتحمل لازم تشوف ما تم زيت شباب حدا ياخذ هذا بيحكي كثير في حق كثير هون انا الحين قضيت نفسي يلا يا جماعه يلا بعد في دقيقتين انت يا جماعه بعد في دقيقتين طار منكم الموعد خسرتوا كل شيء حياتكم مشي الاسانسير يلا 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 وقف على الطابق ال 120 ما فتح لا يا شحول بشوي صار الطفل جماعة برا يا عمي لا بقى تدفش جماعة برا عايزين مستعجلين ورانا كل واحد عايزين استنى الفرصة دي من زمان استنى الفرصة بتاعك من شوية ما تسمي ما تسمي ابني ما تسمي ابني انا بتسميه فتح الباب وطلعوا على محلاتكم طلعوا سمية سمية شوفيكم يا جماعة عادوا شوية ما تدفش خربوا لي جيبك اسمعوا شوي بتعرفوا عم تحكوا بلا ما تفكروا كل واحد عم يزت حكي بلا ما يفكر يعني ما حدا عم يفكر من ضمن الظرف الموجود فيه يعني ما بعرف مين زت كلمه طالع تحت باط وهي بتعمل مشكله بتعلقوا ببعضكم ما حدا علق فيها واحد تاني يعني في كلام في نزت كلام ما عم تعملوا رد فعل بعدين محل بعد في 3 دقايق وانتم سكتوا انا ما عندي مشكله انتبهوا بعد في دقيقتين انتم سكتوا انا ما عندي مشكله اسكتوا دقيقتين بس السكوت تبعكم كان بلا طعمه لان بفهم انه بعد في دقيقتين سكتوا صمتوا حكمتوا على حالكم بالاعدام انه خلص خسرنا يعني معناتها هلا فت بمرحله هيدي الصمت قبل ما تعملوا الكريز يعني هيدا وقت الواحد بياخذ نتيجه استراك اول شغله بيصمت وبعدين ببج انتوا هون ما صمتوا يعني فهمتوا كيف
وصل طلعت نتيجة السراك سترك اثنين معك دقيقتين لتستوعب حالك شو عملت وبعدين بتبج. انتوا هوني عملتوا سكتوا قلت لكم بعد في دقيقتين سكتوا رجعت قلت مرة تانية بعد في دقيقتين ما حدا سمع انه